أنا طالبة من الصحراء الغربية يعني بمخيمات اللاجئين. أشكر أولا يعني تعليمي كان الفضل الأول للجزائر، يعني بفضل الأمن والتعليم اللي وفرته للجزائر راني دركة في هذا المكان، يعني لولا الجزائر العظيمة يعني ما كان والو. وإن شاء الله يعني التحقت بهذا الجامعة إن شاء الله تكون بوابة للمزيد من النجاحات. طالبة من الصحراء الغربية اسمي ليلى الحسن سيد أحمد، أدرس هنا بجامعة هواري بمدن تخصص العلوم والتكنولوجيا، وأشعر بالافتخار أنني كرمت بهذا اليوم. أشكر معالي وزير التعليم العالي ووزير التضامن على هذه المبادرة الجميلة التي تحفزنا وتشجعنا على تقديم المزيد، تحفز كل من يشاهدنا. وأتقدم بجزيل الشكر للدولة الجزائرية شعبا وحكومة على ما قدمته وتقدمه لشعوب المضطهدة.